يواصل مهرجان البحرين السنوي للتراث في نسخته 29 تقديم فعالياته في سوق البراحة بمنطقة ديار المحرق، حيث سيشهد المهرجان في يومه الثالث أنشطة تلقي الضوء على العادات الرمضانية في مملكة البحرين. بين الحاضر وعبق الماضي، يستذكر مهرجان البحرين السنوي للتراث في نسخته 29 العادات والتقاليد البحرينية والموروث الشعبي الأصيل عبر استنهاض ذكريات الماضي الجميل لتؤكد على انتمائنا وهويتنا العربية الأصيلة. المهرجان الذي يقام في سوق البراحة بديار المحرق استقطب عددا كبيرا من الزوار المحليين والسائحين وسط فرحة وبهجة كبيرين. مكان وايد حلو وعجبنا، ويذكرك بالتراث مال أول وبالتراث البحريني الأصيل. يسلط المهرجان التراثي الضوء هذا العام على العادات الرمضانية في المملكة، مثل التجمعات العائلية والمسحر والألعاب الشعبية ومدفع الإفطار والمأكولات وغيرها. ويتميز المهرجان بالفعاليات والأنشطة التراثية التي تضفي رونقا خاصا على المكان، مع وجود عدد كبير من الحرفيين والباعة الشعبيين والفرق الفنية. ما شاء الله، يعني في اللي هو الحرف اليدوية، وهذا الشيء الناس تحب تشوفه، كون انه قديم لكن الناس ترجع له، تحب انها تشوفه. وفي اللي هو الحزاوي، في اللي هو الطبخ القديم، في امور كثيره، الستيج، في الفرق البحرينيه الشعبيه، هذه كلها ساعد الناس ويابها من اول يوم. يعني لله الحمد، يعني في اقبال كبير، وعسى دوم هالافراح ان شاء الله عندنا. هذا المهرجان جاء ليعرف ابناء الحاضر بحرف وفنون الاجداد، والتي تعكس الانتماء والتاريخ العريق لمملكه البحرين.